السلام عليكم ازيكم يا دكاتره يا رب بخير النهارده ان شاء الله هننهي شغلنا في شابتر الاوراميوكوزا الشابتر ده يا شباب سهل جدا جدا بس مشكلته ان هو طويل شويه بس هل حد دلوقتي ممكن يقول ان في اي مشكله او في اي صعوبه في الشابتر ده الحمد لله على ما اعتقد ان مفيش فيه اي صعوبات خالص وان الامور سهله وبسيطه خالص ان شاء الله النهارده يا شباب هننهي الشابتر ده هنتكلم في الفيديو الخامس والاخير واللي هنتكلم فيه يا شباب عن الجانكشنز بتاعه الاوراميوكوزا بعد كده المفروض كان في نقطه الايدج تشينجز ونقطه الكلينيكال بس النقطتين دول مش مهمين خالص ويعتبر انتوا عارفينها اصلا من خلال كلامنا في الشابتر ده فالوقت يا شباب الحاجه الوحيده اللي هعملها النهارده هنتكلم فيها عن الجانكشنز بتاعه الاوراميوكوزا واللي هي بتتقسم الى ثلاث نقاط فاهم حاجه اجهزهم وتعالوا يلا بينا <applause> يلا دكاتره لما اجي اكلمكم عن الجانكشنز بتاعت هذه الاوراميوكوزا فاحنا عندنا ثلاث انواع زي ما قلت في المقدمه احنا عندنا يا شباب اول حاجه وهي الدنتين وجنجيفال جانكشن ودي يعتبر كنت قلتها في الفيديو اللي قبل اللي فات لما كنت قلت لكم يا شباب في حاجه اسمها الاتاتشمنت بثيليوم والاتاتشمنت بثيليوم ممكن نقول لها مصطلح ثاني واللي هو الدنتين وجينجيفال جانكشن وطبعا ده يا شباب مهم جدا بالنسبه لنا كدكاتره سنان هذا المصطلح هذا جانكشن مهم بالنسبه لنا لان هو يعتبر منطقه اتصال السنه باللثه وطبعا ليه فانكشن وليه اهميه هنعرفها دلوقتي فاول حاجه معانا يا شباب هو الدنتين وجينجيفال جانكشن وده مهم تاني جنكشن يا شباب بنسميه الميوكو كوتينوس جنكشن ميوكو يعني الاورام ميوكوزا وكوتينوس اللي هو مين يا شباب اللي هو الجلد بتاعنا فمنطقه اتصال الاورام ميوكوزا بالجلد بتاعنا يعني مثلا المنطقه بتاعت اللبس ديت صح ولا لا ان شاء الله هنتكلم عنها ودي تاني نقطه يبقى الميوكو كوتينوس جنكشن والجنكشن الثالث والاخير يا شباب يعتبر برضو قلنا قبل كده لو تفتكروا كنا بنقول ان من اول هنا من عند هذا المارجن لحد هنا ده يسمى الجينجفا اي حاجه تحت دي بنسميها يا شباب الاوراميوكوزا فمنطقه اتصال الجينجفا بهذه الاوراميوكوزا كان لها ثلاث تسميات لو تفتكروا يا شباب فاكرين النقطه دي كنت بقول لكم ان هي شبه اللاين بالظبط فاكرين يا شباب حد يلا فكرني اللاين ده كنا بنسميه ايه كنا بنسميه السكالوب لاين او الهيلث لاين صح يا شباب ولا لا صح يبقى ده بنسميه ميوكو جينجيفال جانكشن او بنسميه السكالوب لاين او بنسميه الهيلث لاين فده يا شباب اللي هنتكلم عنه في النقطه الثالثه والاخيره في الشابتر ده يبقى دلوقتي هنا هنتكلم عن الميوكو جينجيفال junction. اوكي تعالوا يلا عشان ما نضيعش وقت ونبدا في الدنتين وجنجفال جانكشن يبقى على طول لما اجي اتكلم عنها هنفتكر ايه هنفتكر الرسمه دي وهنعرف يا شباب ازاي كونت من الاول ودي كنا قلناها بكده لو تفتكروا في الشابتر بتاع الانامل فاكرين شابتر الانامل لما كنا بنقول اثناء والسنه بيحصل لها يربشن. ايه اللي هيحدث هيحدث ان دي هتتكون هنتكلم عنها دلوقتي يا شباب بالتفصيل يلا بينا يلا دكاترة عايزين نعرف الأول إيه هو التعريف بتاع الدنتين وجنجفال جنكشن من اسمه يا شباب دنتينو وجنجفال جنكشن منطقة اتصال اللسة بالسنة يبقى عبارة عن الاتاتشمنت بتاع هذه الميوكوزا الجنجفة بمين يا شباب بالسنة يبقى دلوقتي اسمها يدل على تعريفها يبقى هي عبارة عن ميوكوزا الاتاتشمنت أوف مين أوف الجنجفة بمين بالسنة تمام ده تعريفها طب بالنسبة يا شباب مثلا للاكستنشن بتاعها بتمتد منين لفين؟ إحنا عارفين إن الشكل ده بنسميه السلقص صح ولا لأ؟ وده مهم جدا السلقس يا شباب بيمتد من هنا من عند البوتوم اوف السلقس لحد فين لحد المارجن تمام انا دلوقتي بتكلم عن السلقس لا مش بتكلم عن السلقس انا بتكلم عن الدنتين وجنجفال جانكشن طب هي امتدادها بيبدا منين لفين بيبدا من هنا يا شباب من عند هذا البوتوم وفي السلقس صح ولا لا صح تمام لحد فين لحد يا شباب السيمنتو انام جانكشن منطقه اتصال هذا الانامل بهذا السمنتم ودرسناه قبل كده بالتفصيل الممل في الترم الاولاني منطقه اتصال الانامل بالسمنتم بنسميه سمنتو انامل جانكشن يبقى هذه الدنتين وجينيفر جانكشن بتمتد منين لفين من هنا من عند البوتوم في كس لحد النقطه دي واللي بنسميها ايه واللي بنسميها سمنتو انامل جانكشن اوكي تمام الطول بتاعها يا شباب اللينس بتاعها بيكون في حدود قد ايه؟ بيكون في حدود من واحد الى ثلاثة مللي اوكي تمام ده اللينس بتاعها بيكون في حدود من 1 الى 3 مللي طب وبالنسبه يا شباب للفانكشن بتاعتها وظيفه هذه الدنتينو جينجيفال جنكشن انت ايتها منطقه اتصال اللثه بالسنه وظيفتك ايه؟ وظيفتها يا شباب ان هي بتعمل سيل يعني ايه بتعمل سيل يعني هتعمل عزل هتقفل هتقفل يا شباب المنطقه بتاعت بيودون تليجمنت ديت والبون عن مين بقى هتعزلهم عن مين هتعزلهم هنا عن منطقه الأورا كافتي والاكل اللي بيخش هنا والميه والبكتيريا وكل الكلام ده هيجوا يدخلوا يا شباب هيلاقوا ان المنطقه دي مقفوله فبالتالي البكتيريا وبقايا الطعام والميه واي حاجه موجوده جوه كافتي مش هتقدر تدخل الى المنطقه دي لان ديت عامله ايه عامله عزل قافله قافله الباب قدامهم اوكي يبقى هي دي الوظيفه بتاعتها بتعمل السيلينج تمام كل الكلام ده سهل ومفهوم بالنسبة لكم، تعالوا بقى نتكلم عن الهيستولوجيكال استراكشر بتاعتها، يعني لما نيجي نتكلم عن هذه الدنتين وجنجفال جانكشن، بنقول إن هي بتتكون من إيه وإيه؟ بنقول يا شباب إن هذه الدنتين وجنجفال جانكشن بتتكون من إيبيسيليوم وبتتكون من ما يسمى بإيه؟ كونكتيف تفتشوا تمام، تعالوا يلا عشان نتكلم عن الإيبيسيليوم واللي هنعرف اسمه دلوقتي، ونتكلم عن الكونكتيف تيشو هنبدأ الأول بالإيبيسيليوم، تعالوا يلا يا شباب. بالنسبة يا شباب اللي موجود معانا تحت الهيستولوجيكال ستراكشر بتاعها هذه الدنتين والجنجيفا جانكشن هذا الابيثيليوم احنا عارفينه وقلنا كتير قبل كده بنسميه الاتاتشمنت بيسيليوم الاتاتشمنت بيسيليوم ده يا شباب لما نيجي نتكلم عنه فعايزين اول حاجه تعرفه يبقى الوقت الابيثيليوم ده عباره عن ايه عباره عن الاتاتشمنت بيسيليوم اللي كلنا عارفينه هنتكلم دلوقتي عنه بالتفصيل. اول حاجه يا شباب بالنسبه الى هذا الاتاتشمنت بيسيليام انت تعريفك ايه؟ الاتاتشمنت بيسيليام ده يا شباب عباره عن الانر بورشن يعني الجزء الداخلي بتاع مين؟ بتاع اللثة ما احنا عارفين ان الاتاتشمنت بيسيليام ده عباره عن حاجه جايه من اللثة صح ولا لا؟ تمام يبقى هي عباره عن الانر بورشن من الجينجفا. دلوقتي هذا الانر portion من الجينجفا بيعمل حاجه ايوه طبعا بيعمل ايه؟ بيعمل ان هو بيتصل بالسنه ما هي دي وظيفته ان هو بيتصل بالسنه وعرفنا اهميتها ان هي بتعمل سيلينج هذه الاتاتشمنت ميثيليوم تعريفها ايه هي عباره عن الانر بورشن من الجينشفة موجود من هنا يا شباب الاكسترنال بورشن او الاوتر بورشن يعني جزء خارجي من اللثه اما ده يعتبر مين يا شباب ده يعتبر الانر بورشن من اللثه تمام بيعمل ايه بيعمل اتاتشمنت بيه السنه اوكي يبقى بالنسبه لتعريفك عرفناه وفي نقطة تانية يا دكاترة ممكن نتكلم عنها بالنسبة لهذا الاتاتشمنت بيسيليوم وهي معدل التجدد بتاعها يعني التيرن اوفر بتاعها يعني بتتجدد كل امتى كل فين وفين يا شباب كل مثلا 50 يوم كل 80 يوم كل 10 ايام ده هي يا شباب يعتبر معدل التجدد بتاعها سريع جدا 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 يعني يعتبر اسرع معدل التيرن اوفر بيحدث داخل الجسم بتكون في هذه الاتاتشمنت بيسيليام بتكون يا شباب كل من اربعة الى ستة دايز وده معدل سريع جدا لو دخلتوا الوقت على جوجل وشفتوا معدل التجدد بتاع اي جزء في الجسم هتلاقوا ارقام كبيرة ديت سريعة جدا 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 من اربعة الى ستة دايز فطبعا ده يا شباب رقم مهم ولازم تعرفوه ان معدل التجدد بتاعها معدل التيرن اوفر بتاعها ان الخلايا القديمة نقول لها مع الف سلامة والخلايا الجديدة نقول لها يا الف مرحب بيكي ده يسمى التيم اوفر واللي هو سريع جدا في هذه الاتاتشمنت بيسيليوم بيكون كل من 4 الى 6 دايز يعني قول مثلا خمس ايام يعدهم الخلايا القديمه مع الف سلامه الخلايا الجديده تيجي بعد كده الخلايا الجديده هتفضل موجوده هيعدي خمس ايام نقول لها مع الف سلامه ويجي مكانها خلايا جديده تمام ايه هو موضوع الخلايا ده الخلايا دي يا شباب هنتكلم عنها دلوقتي ان هذا الاتاتشمنت بيسيليوم في الاول خالص كانت بتتكون من ايه؟ اول حاجه اصلا الاتشمنت بيسيليوم ده كان جاي منين؟ فاكرين يا شباب ايام الانامل لما كنا بنتكلم عن حاجه بنسميها ريديوس دي انامل بيسيليام واللي هي كانت بتعمل بروتكشن للانامل فاكرين؟ كانت بتحميه وبتغلفه وبتحميه من الدنتال ساك فاكرين الكلام ده؟ على ما اعتقد كلكم ناسيين وما تخافوش ده طبيعي جدا يعني. المهم الريديوس دي انامل يا شباب كانت عباره عن حاجه ناتجه من التحام انر انام اللي بيسيليام واللي انتر واخر حاجه وهي الاوتر انام اللي يعني كان في اربع صفوف يا شباب التحموا مع بعض يعني مثلا ممكن تقول من ثلاثة الى أربعة ليرز تمام التلاته الاربعه لايرز دول التحموا مع بعض فيكونوا لي ما يسمى بالريديوس دينام بيسيليام ويعتبر يا شباب وهنتكلم عنها هذه الاتاتشمنت بيسيليام يعتبر جايه جزء منها اثناء حدوث الايربشن للسنه تمام فالوقتي هذه الاتاتشمنت بيسيليام كانت في الاول في الاول كانت بتتكون من ثلاثه الى اربعه لايرز تمام طب وبعد كده بعد كده يا شباب هنقول ان احنا هنقسمها جزئين في جزء منها موجود كورونالي وجزء منها موجوده بيكالي يعني الجزء اللي فوق يا شباب والجزء اللي تحت الجزء اللي فوق هيكون بيتكون مثلا في حدود من 20 الى 40 لير ده جزء الايه ده جزء كورونالي اما بالنسبه للجزء الابيكالي يا شباب هيكون بيتكون من 2 الى 3 لير هنا في الاول كان بادئ بسم الله الرحمن الرحيم من 20 الى 40 لايرز وانت نازل لتحت عند المنطقه دي مثلا يا شباب هتلاقوا فقط ان هي بتتكون من 2 الى 3 لايرز فبرضه موضوع اللايرز بتاعها ده مهم جدا وهنتكلم عنهم الوقت بالتفصيل يعني بيزا لاير عباره عن ايه وبعد كده اللي فوق عباره عن ايه تمام تاني عشان النقطه دي مهمه هذه الاتاتشمنت بيسيليام كانت في الاول بتتكون من 3 الى 4 لايرز وقلنا التفسير بتاعها بعد كده يا شباب الموضوع بيزيد شوية ولكن الموضوع بيزيد شوية ده هل في كلها؟ لا ده احنا هنقسمها لجزئين في جزء موجود كورونالي وجزء موجود ابيكالي الجزء اللي موجود كورونالي هيكون يا شباب بيتكون من 20 إلى 40 لاير كتير طبعا اما الجزء الابيكالي الجزء اللي تحت ده هيكون بيتكون اونلي من 2 الى 3 ليرز، يبقى الوقت لو حد سالني سؤال اول ما اتكونت هذه الاتاتشمنت ايميثيليم كانت بتتكون من كام لير؟ هتقول لي على طول من 3 ل 4 لير، ولكن بعدها اقول لك باي ايدج مع العمر، ايه اللي بيحصل يا شباب؟ هنقول النقطه دي ان هي بيكون كرونالي في حدود من 20 ل 40 وهي نازله لتحت يا شباب يعني في الاتجاه ده بتقل طبعا اللييرز بتقل هنا كانت 20 ل 40 لا هنا هتنزل شويه هتنزل شويه لحد ما توصل ابيكالي هتوصل يا شباب الى 2 الى 3 لايرز اوكي تمام تعالوا بقى عشان نتكلم عن النقطه المهمه جدا 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 وهو موضوع اللايرز ده هنتكلم عن الاستراتم بتاعتها واللي هي يا شباب بتتقسم الى تو زونز بتتقسم الى منطقتين في منطقه يا شباب بيزل يعني البيزل ليير اللي موجود تحت وفي زون تاني سوبرفيشال وهي دي يا شباب اي حاجة موجودة فوق هذا البيزل وبرضو لها شباب تسمية كنا قلناها في اول فيديو في الاورام ميوكوزا حد فاكر حاجة كنا بنسميها الاستراتم اسبينوزم هي دي يا شباب دي الاستراتم اسبينوزم تعالوا عشان نتكلم عنهم هنبدأ الاول يا شباب كلامنا بالبيزل لير البيزل لير ده يا شباب بيكون موجود هنا كده في المنطقة ديت هذا البيزل لامينا اوكي سؤال الاول سؤال البيزا من اللي هنا هتكون نفس المنظر ده ولا هتكون عامله كده؟ حد يجاوبني يا شباب؟ لا طبعا هتكون عامله كده لان احنا عارفين ان المنطقه دي بتكون ومهم جدا ان احنا نعرفها نان تمام البيزا لير اللي موجود معانا بيكون شكله كيوبويدال بيكون شكله يا شباب عامل بالمنظر ده تمام هذا البيزا لير بيفصل عن مين اللي موجود تحته؟ اللي موجود تحته هنا يا شباب هو مين هو هذا كونكتيف إيه تيشو يبقى هذا البيزا لير بيفصل عن كونكتيف تيشو من خلال مين من خلال هذا البيزل لامينا صح ولا لا صح البيزل لامينا ده يا شباب بنسميه الاكسترنال بيزل لامينا ايه حوار الاكسترنال بيزل لامينا ده بصوا يا شباب احنا عارفين ان هذه الاتاتشمنت بي سي اللي هي الحمراء دي موجوده ما بين حاجتين او بمعنى اصح ان موجود هنا الخط الاحمر ده صح صح هنا موجود مين هنا موجود البيزل لاير تمام هنا موجود مين هنا موجود الكونكتيف تيشو تمام حلو جدا فهو طبيعي ان الابيثيليوم بيفصل عن الكونكتيف تيشو من خلال بيزمنت membrane انا ليه بقى سميت هذا البيزمنت بال external بيزمنت membrane ليه لان في نوع تاني يا شباب من البيزمنت مبرين موجود هنا بنسميه الانترنال بيزمنت مبرين ودي اول مره ناخدها في المنهج ودي الحاجه الوحيده اللي فيها تو بيزمنت مبرين هذه الاتاتش بيسليم عندها 2 بيزمنت مبرين واحد اكسترنال وواحد انترنال الاكسترنال يا شباب اللي هو هيفصل ما بين هذه البيزل لاير اهي وهذه الكونكتيف تيشو اهي ده مين ده هذا الاكسترنال بيزا طب فين الانترنال بيزا الانترنال بيزا يا شباب هو عباره عن البيزا اللي هيفصل ما بين هذه الاتاتشمنت بيسيليم وهذه السنه هنا موجود السنه يا شباب وهنا موجود الخط اللي انا بشاور عليه بالاسود ده هذا الخط بنسميه انترنال بيزا يعني لما نيجي مثلا نكبر المنطقه دي هيكون شكلها يا شباب عامل كده هنا موجود connective tissue وهنا موجود الإنام مثلا بتاع السنة أوكي؟ وهنا موجود مين؟ هنا موجود الأتاتشمنت abyssalium الخط ده بنسميه external basal lamina والخط ده بنسميه internal basal lamina أوكي يا دكاترة؟ واضح الكلام عرفنا موضوع الاكسترنال بيزا لامينا والانترنال بيزا لامينا وعرفنا ان هو ده يعتبر اللي الوحيد اللي عنده نوعين او عنده اثنين بيزا لامينا اوكي اتفقنا عليها يبقى هو ده يا شباب اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم لما جينا نتكلم عن التو زونز اللي موجودين معانا عندنا هذا البيزا لاير البيزا لاير بيكون عباره عن كيوبويدال سيلز تمام هذا الكيوبويدال سيلز او هذا اللاير من الكيوبويدال سيلز بيوصل عن الكونكتيف تيشو من خلال مين من خلال هذا الاكسترنال بيزا لامينا وطبعا هنا يا شباب موجود هيمي ديسموزومز وبعد كده يا شباب وقت ما يجي يحدث التيرن اوفر محتاجين نتخلص من هذه الخلايا محتاجين نقشرها او هي هتتقشر عشان يجي مكانها خلايا جديده هذه الخلايا يا شباب هتسافر للسيرفس هتسافر كرونالي عشان يحصل لها ديسكوميشن يعني هتتجدد اوكي يا شباب تمام ده بالنسبه لاول حاجه معانا وهي البيزل لير تمام يبقى كده خلصنا الزون الاولاني طب بالنسبه للزون الثاني واللي هو السوبرفيشال واللي بنسميه يا شباب الاستريتم اسبينوزم تعال يلا كلمني عن السوبرفيشال لايرز وبالنسبه يا شباب للسوبرفيشال لايرز او الاستراتم اسبينوزم فدي بنقسمها الى حاجتين اما الخلايا دي تكون موجوده على طول فوق هذه البيزل لاير واما تكون بعيده عنها يعني عند السيرفس لما تكون يا شباب هذه الخلايا موجوده هنا فوق اهي جاست ابوف البيزل لاير لو هي موجوده فوق على طول يا شباب بيكون شكلها سبيندل ان شيب او سبيندل ان شيب بيكون شكلها سبيندل او سبيندل تمام وبيكون ما بينهم يا شباب مسافات بينيه كبيره برومننت انتر سيلولر سبيسز طب واحده واحده كده احنا عندنا هنا خلايا تمام موجود ما بينهم مسافات بينيه كبيره طب انا دلوقتي هستفاد ايه من ده هستفاد من ده يا شباب ان هيكون موجود سبيسز الديفنسيف سيلز هتقدر تعدي من خلالها لو تفتكروا من المره اللي فاتت لما كنت بكلمكم عن هذه السالكيولر ابيثيليوم كنت بقول لكم ان هي بتكون نون كيراتنايزد ليه عشان موجود هنا بلاد فيزلز هتطلع الخلايا المناعيه فاحنا عايزينها توصل للمنطقه دي فلو هنا كرة تمام لو هنا كيراتين يا شباب هيحدث مشكله وهتعوق مرور هذه الديفنسيف سيلز نفس الفكره بالظبط ان احنا عايزين هنا مسافات بينيه كبيره عشان هذه الديفنسيف سيلز هتقدر تعمل ايه هتقدر تتحرك يا شباب وتوصل للسيرفس وده اللي انا محتاجه محتاج هنا سيلز في منطقه كتير اوكي يبقى الوقت لو حد سالني سؤال ليه يوجد هنا ما بين هذه السبايندل شيب سيلز الخلايا ديت اللي هي موجوده جاست لاير ليه ما بينهم انتر سيلولار سبيسز كبيره هتقوم قايله على طول عشان تعمل كممرات مرات للديفنسيف سيلز ان هي تعدي من خلالها عشان توصل لمين توصل للسيرفس اوكي بس ده اللي عايزكم تعرفوه عن الخلايا اللي موجوده على طول فوق هذه البيزا لاير طب بالنسبه للخلايا اللي موجوده على السيرفس يا شباب مش عايز منكم حاجه تعرفوها غير انها بتكون فلات يبقى دلوقتي اللي موجوده فوق على طول البيزا لاير بتكون سبايندل ان شيب اما اللي موجوده على السيرفس بيكون شكلها فلات ودي الامر اوكي يا شباب يبقى بقى بويدل بالترتيب كده بويدل بعد كده سبايندل بعد كده فلات ده الترتيب اللي موجود معانا وفهمنا موضوع الانتر سيلولار سبيس الكبير اللي موجود هنا وعرفنا يا شباب الخلايا ديت بتسافر لفوق عند السيرفس عشان يحصل لها ديسكوميشن وعرفنا ان دي اللي موجوده على السيرفس بيكون شكلها فلات انا كده اتكلمت عن كل حاجه متعلقه بهذه الاتاتشمنت بيسيليم بس في حاجه دلوقتي يا شباب هنتكلم عنها ممكن تلخبطكم شويه بس انا هفهمكم امورها تعالوا يلا عشان نتكلم عن الحاجه اللي بتلخبط دي ونعرف هي ايه بصوا يا شباب دي بنسميها الاتاتشمنت بيثيليوم انا من ساعتها بتكلم عن مين بتكلم عن الاتاتشمنت ولا بتكلم عن الابيثيليوم حد يجاوب عليا ايوه بتكلم عن الابيثيليوم كل كلامي من ساعتها بتكلم عن الابيثيليوم اوكي تمام فخدوا بالكم من المصطلح ده واللي هو اصلا على لسانكم على طول اتاتشمنت ابيثيليوم بتكلم عن الابيثيليوم اللي بتعمل اتاتشمنت بس انا بكلم عن مين عن الابيثيليوم يعني مثلا لما اقول لكم قناة عزة شومان قناة عزة شومان أنا الوقت بتكلم عن مين؟ عن القناة طب لما اقول لكم عزة شومان صاحب القناة الوقت انا بتكلم عن مين؟ بتكلم عن عزة شومان تاني كده اول حاجة قلت قناة عزة شومان فانا كنت بتكلم عن القناة تمام؟ بس لما اقول لكم عزة شومان صاحب القناه فانا دلوقتي بتكلم عن عزة شومان وخدوا بالكم من الفرق ما بين الجمله دي والجمله دي فهي نفس الفكره بالظبط هنا بتكلم عن الاتاتشمنت ابيثيليوم مين اللي انا بتكلم عنه؟ بتكلم عن الابيثيليوم نفسها الابيثيليوم اللي هي بتعمل اتاتشمنت ما هي نفس الفكره الابيثيليوم اللي بتعمل اتاتشمنت عزة شومان اللي عنده قناه تمام؟ طب دلوقتي يا شباب بقى لما اقلب المصطلحين دول يعني لما اقول لكم ابيثيليوم اتاتشمنت لما اقول لكم ابيثيليوم التالشمين الوقت يا شباب انا هتكلم عن مين ابيثيليوم اتاتشمنت الوقت انا هتكلم على الاتاتشمنت نفسه والمود اوف اتاتشمنت يعني ازاي الاتاتشمنت هيحصل ازاي هيحدث تماسك ما بين دي ودي هل من السهل كده ان انا اجيب ورقه واجيب ورقه ثانيه واحطهم في بعض والاثنين يلزقوا في بعض لا مش بالسهل مش اي حاجه بتحصل بالسهل كده لازم يكون فيه مود اوف اتاتشمنت لازم يكون فيه حاجه هي اللي هتخلي دي تمسك في دي زي الصمغ مثلا بتخلي الورقه دي هتمسك في الورقه دي طب هي نفس الفكره يا شباب، الوقت انا عايز اكلمكم عن مين؟ عايز اكلم عن الايبيسيليام اتاتشمنت. الوقت انا هتكلم عن مين؟ هتكلم عن الاتاتشمنت نفسه، يبقى هنا الاتاتشمنت بيسيليام كنت بتكلم عن الايبيسيليام وخلصتها خلاص. اما هنا انا هتكلم عن الايبيسيليام اتاتشمنت، وخدوا بالكم بقى من الجمله دي والموضوع بقى سهل بالنسبه لكم، اوكي؟ تعالى كلمني عن الايبيسيليام اتاتشمنت، يعني ازاي الاتاتشمنت بيحصل؟ المود اوف اتاتشمنت، بصوا يا شباب اللي احنا بنتكلم عنه من ساعتها اللي هي الاتشمنت بيسيليوم بتفرز نوع من البروتينات هذه البروتينات هتعمل ايه هتعمل زي الصمغ بالظبط هتعمل لزق ما بين هذه الابيثيليوم وما بين هذه السنه ما انا عايزهم الاثنين يمسكوا في بعض مش انا بقول لكم ان في اتاتشمنت ما بينهم يعني في تماسك ما بينهم ازاي التماسك ده هيحصل ده اللي هنعرفه مش انا قلت لكم هنا ان موجود نوع من البيزا لامينا بنسميه الانترنال بيزا صح ولا لا صح واحده واحده كده الاكسترنال بيزال لامينا عرفناه والحمد لله تمام طب بالنسبه لهذا الانترنال بيزال لامينا هو هيبقى عباره عن ايه ما يا شباب واحده واحده كده وبالدماغ ديت عباره عن الاتاتشمنت بيسيليا تمام طب والخط الاسود ده هعيد عليه تاني الخط الاسود ده عباره عن ايه عباره عن الانترنال بيزال لامينا انت ايها الانترنال بيزال لامينا وظيفتك في الحياه ايه وظيفته ان هو هيعمل اتاتشمنت ما بين دي وما بين دي بس كود الامر من الاخر يبقى هو ده يا شباب ملخص الكلام يبقى دلوقتي لما اجي اكلمكم عن ال بي فانا عايز اتكلم على الاتاتشمنت نفسه فانا عايز اكلمكم عن الانترنال بيزلامينا اللي بيعمل اتاتشمنت ما بين اللسه ما بين الاحمر ده وما بين السنه اوكي يا دكاتره ده اللي عايزكم تفهموه عنها واظن الموضوع بسيط وسهل جدا يبقى يا شباب ملخص الكلام بسم الله الرحمن الرحيم هذه الاتاتشمنت بيسيليام جابت لي نوع من الاورجانيك بروتينز او جابت لي نوع من الاورجانيك ماتيريالز تمام بتكون عباره عن امورفس اورجانيك ماتريالز بتكون في حدود بين نانو هذه الامورفس اورجانيك ماتيريالز بتيجي هنا في المنطقه ديت عشان تعمل اتاتشمنت ما بين هذه الابيثيليوم وما بين هذه السنه فده بنسميها يا شباب الانترنال بيزل لامينا هل انا محتاج منكم تعرفوا اي حاجه غير كده بس عايزكم تعرفوا كده لو فهمتوها كده فل قوي وتعالوا يلا عشان نتكلم عن النقطه الثانيه اللي معانا وهي كونكتيف تشو خلصنا الحمد لله من الابيثيليوم وعرفنا الفرق ما بين الاتاتشمنت يلا عشان نتكلم عن connective tissue بص يا شباب بالنسبه للكونكتيف tissue فهو عباره بالظبط عن ثلاث كلمات connective tissue بيكون فيه كولاجين فايبرز تمام وطبعا كلنا عارفين ان الوظيفه الاساسيه بتاعه هذا connective tissue ان هو بيمد هذا ب بالغذاء يعني هنا connective tissue وهنا موجود الابيثيليوم كان اول لير موجود معانا هنا هو كيوبويدال لاير تمام الكونكتيف تيشو بيمد هذا الابيثيليوم بالغذاء لان طبعا هو اللي بيكون فيه بلاد فيزلز وفي نفس الوقت بيمده بايه بالسبورت كل الكلام ده معروف يبقى دلوقتي هذا كونكتيف تيشو بيكون فيه كولاجين فايبرز وبرده ذكرناها كتير قبل كده وهو الموضوع بتاع الديفنسيف سيلز تالت حاجه يا شباب بيكون فيه البيودونت ليجامنت اللي احنا عارفينها مش احنا عارفين ان المنطقه دي كلها بيودونتال ليجامنت ودرسناها في شابتر البيودونتال ليجامنت كامل تمام يبقى كونكتيف تيشو بيكون فيها شباب كولاجين فايبرز هذا كولاجين فايبرز وظيفته في الحياه ايه وظيفته في الحياه ان هو بيعمل سبورت لهذا الابيثيليوم عشان يخلي الابيثيليوم متماسك قدام الماستيكاتوري فورسز واضحه واضحه يبقى ده كولاجين فايبرز طب بالنسبه للديفنسيف سيلز احنا عارفين وقولنا كتير ان الديفنسيف سيلز يا شباب هتمر من خلال هذا الابيثيليوم مش انا قلت لكم ان مثلا كان موجود هنا السبايندل سيلز وكان موجود ما بينهم انتر سيلز كبيره عشان تمر منها هذه الديفنسيف سيلز عشان توصل للمنطقه ديت اللي هي منطقه السلكس صح ولا لا صح ما هو ده يا شباب الكلام اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده يبقى الديفنسيف سيلز عرفناها ان هي بتخترق هذا الابيثيليوم عشان توصل ليه سلكس اوكي اما يا شباب بالنسبه للبيودونت ليجمنت او في مصطلح اخر وهو صح وهو الجينجفا ليجمنت ليجمنت دي اللي موجوده هنا هتكون وظيفتها في الحقيقه ايه وظيفتها يا شباب ان هي بتحافظ على الانتجريتي بتاعت هذا الدنتين وجينجفا جانكشن بتحافظ على الانتجريتي بتاعتها اوكي ده كده اوكي ده بالنسبه لكم أنت تشوفوا قلت ان هو عباره عن ثلاث كلمات وبسيط جدا 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 وبالتالي أنا كده خلصت كل ما يتعلق بالهيستولوجيكال استراكشر في نقطه واحده هتكلم عنها واخيرا ان شاء الله يبقى كده انا خلصت كل ما يتعلق بهذا الدنتين في جنكشن بعد كده هنتكلم عن الميوكو كاتينوس جنكشن يلا شباب بص يا دكاتره بدون ما امسح السبوره وبدون ما نعمل اي حاجه كل الكلام اللي هنقوله دلوقتي معتمد على الحاجه اللي كنا درسناها السنه اللي فاتت في الدنتال اناتومي لما كنت بقول لكم يا شباب في حاجه اسمها اناتوميكال كراون وحاجه بنسميها كلينيكال كراون اوكي تمام الاناتوميكال كراون ده عباره عن البورشن اوف الجزء من السنه اللي ماله؟ اللي بيكون مغطى بالانامل، يعني بيمتد من هنا من عند الانسايزر ايدج لحد فين؟ لحد السمنتو انامل جنكشن، لحد السرفيكال لاين، يبقى هو ده الاناتوميكال كراون، حاجه ثابته، من اول انسايزر ايدج لحد هذا السرفيكال لاين ثابت. اما بالنسبه للكلينيكال كراون يا شباب فهو ده البورشن اوزاتوس اللي انا بشوفه في الاورال كافيتي تمام وده طبعا هيتغير الطول بتاعه او هيتغير الحاجه اللي انا بشوفها على حسب اللثه موجوده فين بالظبط هل اللثه لسه موجود منها جزء على الكراون بتاع السنه طب اللثه موجوده عند السرفيكال لاين بالظبط طب اللثه موجوده على الروت فده طولها هيختلف على حسب اللثه موجوده فين بالظبط يبقى هو ده الكلينيكال كراون واحده واحده كده دلوقتي يا شباب بعد ما فهمت المصطلحين دول وكان لازم اتكلم عنهم الاول احنا عندنا نوعين من الاربشن في النوع اللي هو إكتيف اربشن يعني السنه يحصل لها اربشن في الأورا كافتي كافيتي عادي خالص اللي هي العمليه اللي احنا درسناها في شابتر الارابشن ده الاكتف Eruption لو تفتكروا يا شباب كان معناها الاكشوال موفمنت اوف ذا توز يعني الحركه الحقيقيه بتاعت السنه في اتجاه ايه ان Axial Occlusal دايركشن يعني بتتحرك يا شباب في الاتجاه ده يعني مثلا ده السنه اللي اتكونت خلاص هتتحرك ان Axial Occlusal دايركشن عشان توصل للاورا كافيتي ده بنسميه الاكتف Eruption اما بالنسبه للباسيف ارابشن يا شباب ما احنا عارفين لو تفتكروا ان كان موجود هنا مثلا السنه جوه الكريبت بتاعها اوكي السنه دلوقتي هيبدا يحصل لها والعمليه بتاعت الايربشن درسناها بالتفصيل ومش مهم نتكلم عنها هنا موجود الاورامياكوزا تمام السنه دلوقتي يا شباب هيبدا يحصل لها خلاص واحده واحده كده السنه في جزء منها حصل له ولسه في جزء منها مغطى باللثة اهو يا شباب بعد كده السنه حصل لها اكتر ولسه في جزء صغير منها مغطى باللثه يعني اقل من ده نفس الفكره يا شباب لحد ما نوصل للمرحله فيها اللثه موجوده في المكان الطبيعي بتاعها وهو هنا يا شباب عند منطقه السرفايك لاين او اعلى منها حاجه بسيطه اوكي هو ده موضوع الباسيف ايربشن يعني ايه الباسيف ايربشن يا شباب يعني حدوث ميجريشن حدوث ميجريشن لمين لهذا الاتاتشمنت ابيثيليوم طب هو بيهاجر لفين بيهاجر ابيكالي هنا رقم واحد هنا رقم اتنين هنا رقم تلاتة تمام كان هنا يا شباب موجود فين كان موجود على مستوى عالي شوية المرة اللي بعدها هاجر ابيكالي اهو يا شباب المرة اللي بعدها هاجر ابيكالي اكتر يبقى هو دلوقتي هو ده معنى الباسيف ايربشن يعني الميجريشن بتاعت الاتاتشمنت بيسيليام، ان ابيكال دايركشن اهو بعد كده بقت كده بعد كده بقت بعد كده ده المنظر اللي موجود معانا يا شباب والنتيجه للمنظر اللي احنا شايفينه ده يا شباب ايه اللي حصل هنا جزء من الكراون كان مختفي ما كانش ظاهر هنا في جزء اكتر ظهر هنا يا شباب الكراون يعتبر كله ظاهر، تمام ومع الزمن لو تعرفوا موضوع الجنجيفال ريسيشن اللي احنا ياما ذكرناه قبل كده يعني مثلا واحد عنده 40 50 سنه بيحدث ما يسمى ب ريسيشن لو هو مش محافظ على اللثه بتاعته والاورال هايجين بتاعته فبالتالي اللثه بيحصل لها جنجيفال ريسيشن فبتنزل يا شباب عن المستوى بتاع الكرون ففي جزء من الروت بيظهر هو ده يا شباب الفكره بتاعت الباسيف ايربشن اوكي فهمناها يبقى إيه دلوقتي انا قلت اول نقطتين اللي هي بتاعت الكلينيكال اند اناتوميكال كراون فهمناها وبرده بعدها قلت نقطتين بتاعت الباسيف اند اكتيف ايربشن فهمناهم تعالوا يلا عشان نتكلم عن الاستيجز اللي موجوده معانا بعد ما فهمنا الجزئيه دي وفهمنا الجزئيه دي يلا همسح بس البورد دي وهنتكلم عن الاستيجز اللي موجوده معانا بصوا يا دكاتره احنا عندنا فور ستيجز الفيرست ستيج السكند ستيج الثيرد ستيج وده ما يسمى بالترانزيشنال ستيج اوكي، بعد كده عندنا الفورث ستيدج. واحدة واحدة كده. احنا يا شباب من خلال هذه الستيدجز هنعرف مين الأكبر أكبر، الأنيتوميكال كراون ولا الكلينيكال كراون. تمام، واحدة واحدة بقى. احنا عايزين نعرف مين فيكم أكبر. طب أنا دلوقتي هقدر أحدد مين فيكم أكبر، من خلال إيه؟ وبناءً على إيه؟ بناءً يا شباب على معرفتي بالكورونا الإند والأبيكال إند بتاعت مين؟ بتاعت هذه الأتاتشمنت ميثيليام. واحدة واحدة كده، يعني مثلاً هتكلم هنا عن الكورونا إند وهنا هتكلم مثلا عن الابيكال اند فنتيجه ليها هقدر احدد مين اللي اكبر الاناتوميكال اور الكلينيكال فهمتوا الفكره تمام واحده واحده بقى هنبدا مثلا يا شباب بالكورونا الاند بتاع هذا الفيرست ستيج بصوا يا شباب للصوره دي هي هتوضح كل حاجه لو جينا نبص اعلى منطقه موجوده هنا بيكون موجوده فين بتكون ماسكه في الانامل يا شباب يعني هنا ماسكه في الانامل طب بالنسبه للابيكال اند بتاعها بتكون ماسكه عند السمنتو وانامل جانكشن تمام واحده واحده بقى الابيكال اند بتاعها موجود عند السمنتو وانامل جانكشن والكورونا الاند بتاعها موجود فوق على الانامل فبالتالي هنا يا شباب الجزء اللي انا شايفه واحده واحده بقى الجزء اللي انا شايفه من السنه هل هيكون قد الجزء اللي هو الاناتوميكال كراون قد الجزء المغطى بالانامل؟ لا طبعا في جزء عليه انامل يا شباب هذا الجزء بيكون مغطى باللثه فبالتالي هنا هيكون الاناتوميكال هو الاكبر يبقى الاناتوميكال هو الاكبر هنا تمام كده خلصنا من الفيرست ستيج طب بالنسبه يا شباب للسكند ستيج بالنسبه للكورونا الاند بتاعها زي ما انتم شايفين كده موجود فين لسه يا شباب عند الانامل هنا الكورونا الاند موجود عند الانامل طب حلو قوي طب بالنسبه للابيكال اند لا ده لو لاحظتم هتلاقوا هنا يا شباب ان الابيكال اند راح شويه ناحيه السيمنتوم يعني شيفتد توارد السيمنتوم طب واحدة واحدة كده، الكورونا الاند ما زال عند الانامل، والابيكال اند بتاعه راح ناحية السمنتوم، طب لما اجي اقارن بقى ما بين الاناتوميكال والكلينيكال كراون، مين اللي هيكون أكبر هنا؟ ما دام الكورونا الاند لسه موجود على الانامل، فمعنى ده إن في جزء من الكراون المغطى بالانامل لسه مش ظاهر، فبالتالي يا شباب الاناتوميكال لسه هيفضل أكبر من الكلينيكال، تمام؟ تمام، طب بالنسبة للثيرد ستيج واللي إحنا بنسميه الترانزيشنال ستيج واحدة واحدة وركزوا معايا هنا كرونال اند موجود فين بالظبط؟ ده كرونال اند هنا يا شباب راح ناحية السيمنتو انيمي جانكشن. أنا عايزكم تركزوا على كرونال اند يا شباب هو ده اللي هيحدد. دي أكتر حاجة هتحدد قوي موضوع مين أطول فيهم. أوكي. معلش يا شباب الكاميرا قطعت وأنا بصور وقعدت أصور كده وسايباني لوحدها. المهم يا شباب دلوقتي أنا كنت بتكلم إن هذا كرونال اند بقى موجود عند منطقة السيمنتو انيمي جانكشن. أوكي؟ ولما اقول لك ان اعلى منطقه في اللثة بقت موجوده على السمنت وانامل الجنكشن، فانت في الوقت ده هتفهم على طول ان الكلينيكال كراون بقى متشابه مع الاناتوميكال كراون ازاي ما الاناتوميكال كراون يا شباب هو يعتبر من اول بسم الله الرحمن الرحيم الانسايزر ايدج لحد السمنتو انامل جانكشن وانا بقول هنا ان اعلى منطقه في اللثه بقت موجوده عند السمنتو انامل جانكشن يعني يا شباب الاناتوميكال كراون هيتشابه مع الكلينيكال كراون والاثنين هيكونوا قد بعض بالظبط يبقى دلوقتي الحاله الوحيده اللي ممكن يتساوى فيها الكلينيكال كراون مع الاناتوميكال كراون هي السيلد ستيج اللي هي ترانزيشنال ستيج اللي هي يا شباب هنلاقي فيها الكورونال اند موجود فين موجوده عند السمنتو انامل جانكشن اما طبعا وطبيعي جدا الابيكال اند موجوده عند السمنتم تمام دي نقطه مهمه جدا وعايزكم تركزوا فيها قبل دي كان على طول اناتوميك أكبر هنا ترانزيشنال يعني دلوقتي حاجه انتقاليه بدل ما كان الاناتوميك الاكبر لا ده هنا يا شباب الكلينيكال بيتساوى مع الاناتوميكال ده حاجه فيسيولوجيه وده حاجه فيسيولوجيه يعني ده طبيعي وده طبيعي هنا يا شباب ده باصو ده المفروض ما يحصلش اوكي ان الاتنين يتساووا مع بعض ده المفروض ما يحصلش المفروض دايما دايما الصح والطبيعي والاحسن ان الاناتوميكال اكبر من الكلينيكال لمجرد ان الاثنين يتساووا ده حاجه باثولوجي اوكي يا دكاتره اوكي ده بالنسبه للثيرد ستيج اما بالنسبه للفورس ستيج فده يا شباب المرحله اللي عند الناس الكبيره اللي بدا يحصل عندهم جينجفال ريسيشن يعني اعلى منطقه في اللثه بقت موجوده على السمنتوم يعني الكورونا الاند موجوده على السمنتوم فطبيعي جدا الابيكال اند موجوده على السمنتوم ففي الحاله دي دي الحاله الوحيده اللي هيكون فيها كلينيكال كراون اكبر من الاناتوميكال كراون وهي الحاله يا شباب اللي بيحدث فيها جينجفال ريسيشن وده طبعا حاجه بسrologic مش طبيعي خالص ولا حلو ان يحدث جينجيفال ريشن وكده كده انا كده اتكلمت عن كل حاجه متعلقه بالنقطه بتاعه الباسيف اربشن نقطه مهمه وبسيطه جدا وسهله جدا لو حد سالني سؤال هو المصدر بتاع هذا الدنتين وجنجفال جانكشن هو مين؟ على طول الاجابه بتكون يا شباب الريديوس دينام الابيثيليوم طب الديفلوبمنت بتاعها؟ الديفلوبمنت بتاعها يعني ازاي كونت يا شباب كل الكلام ده اتدرس بالتفصيل في الشابتر بتاع الانامل فلو حد سالك في السؤال ده قول له يا باشا ارجع يلا على الشابتر بتاع الانامل انا كده خلاص خلصت كل حاجه متعلقه بالدنتين وجنجفال جانكشن يلا عشان نتكلم عن الميوكو كاتنوز جانكشن واللي هو بالظبط يا شباب مش هياخد خمس ست دقائق على بعض نفس الفكره بالنسبه للميوكو جنجفال جنكشن. وبالنسبه يا شباب للنقطه بتاعت الميوكو كاتينوس جنكشن فدي يا شباب يعتبر عارفينها الجنكشن بتوين الميوكس اللي هو الاوراميكوزا ومين يا شباب والجلد بتاعنا السكن الطبيعي بتاعنا اوكي طب مين الجزء الوحيد من الاورا كافيتي اللي ممكن يكون متصل بالجلد من بره هو يا شباب المنطقه بتاعت اللبس تمام عشان كده يا شباب الميوكو كاتينوس جنكشن بنسميها الفيرميليون بوردر او بنسميها الفيرميليون زون واحده واحده بقى نتكلم عنها دلوقتي انا بكلمكم عن المنطقه دي المنطقه دي يا شباب هي يعتبر عامله بالشكل ده هنا موجود الفيرميليون زون هنا موجود يا شباب الليب سايد وهنا موجود يا شباب السكن سايد يبقى دلوقتي التعريف بتاع هذا الفيرميليون زون انت بتعمل ايه هو يا شباب يعتبر حاجه انتقاليه موجوده ما بين الميوكوزا بتاعت اللب والسكن صح ولا لا؟ يعني هنا موجود اللب هنا موجود السكن مين ده؟ دي يعتبر حاجه انتقاليه موجوده ما بينهم تمام هذا الفيرميليون زون بيتميز عن السكن بايه؟ وبيتميز عن اللب بايه؟ هو يا شباب ديماركيتد عن اللب ديماركيتد عن اللب بحاجه بنسميها المويست لاين وديماركيتد عن السكن بحاجه بنسميها الفيرميليون لاين. اوكي يبقى احنا دلوقتي عندنا تو لاينز ظهروا معانا، واحد اسمه مويست لاين والتاني بنسميه الفيرميليون لاين. بالنسبة يا شباب للمويست لاين فده يعتبر ريد مارجن، هذا المويست لاين يعتبر ريد مارجن، هذا الريد مارجن يمثل الكونتاكت اللي موجود ما بين هذه الفيرميليون زون والليب سايد. طب بالنسبة يا شباب للفيرميليون لاين فده برضو يعتبر اللاين اللي بيمثل الكونتاكت اللي موجود ما بين هذا السكين سايد وما بين هذه الفيرميليون زون. يعني من الآخر الرسمة دي يا شباب الرسمه عندكم بتوضح كل حاجه بالنسبه للنقطه دي الفيرميليون زون والسكين سايد والليب سايد موضوع المويست لاين وموضوع الفيرميليون لاين تعالوا بقى عشان نتكلم عن اهم نقطه موجوده في هذا الميوكو كاتينوس جانكشن اوكي وهي مين وهي الهيستولوجيكال استراكشر بتاعتها هنتكلم عن كل جزء من دول يا شباب بالتفصيل وهيكون نفس المنظر اللي موجود معانا تحت يعني اول حاجه هنتكلم عنها هي السكن هنا يا شباب هنتكلم عن السكن هنخلصها بعد كده هنتكلم عن الجزء بتاع اللب هنخلصها بعد كده هنتكلم عن الجزء اللي في النص وهو الفيرميليون زون يلا يا شباب عشان نتكلم عن السكن بالنسبه يا شباب لاول حاجه معانا وهي الاوتر سكين سايد الاوتر سكن سايد يعني حاجه تبقى بره طبيعي جدا اي حاجه موجوده هنا يا شباب تبع السكن هتكون كيراتنايزد دي حاجه طبيعيه وبالفهم يبقى ده يا شباب اللي هو السكن اللي طبعا بيكون هيري يعني بيكون فيه شعر بيكون يا شباب ماله بيكون كيراتنايزد يعني ده مين ده البيزمنت مبرين وهنا موجود الكونكتيف تيشو وهنا موجود الابيثيليوم وهذا الابيثيليوم بيكون موجود فوق يا شباب مين بيكون موجود كيراتين اوكي تمام ده المنظر اللي موجود معانا واحده واحده بقى ايه الكونكتيف هنا يا شباب بيكون فيه فايبرز وبيكون فيه بلاد فيزلز وده طبيعي جدا تمام ده كونكتيف تيشو طب بالنسبه يا شباب للمنظر اللي طالع معانا فوق ده ده بنسميه مين ده بنسميه كونكتيف تيشو بابيلا هل هنا حد يتوقع ان كونكتيف تيشو بابيلا دي هتكون طويله واحده واحده كده طب انا اتوقع ازاي وانا اصلا مش فاهم ايه الفكره لو هي طويله ايه اللي هيحصل ولو هي قصيره ايه اللي هيحصل تمام لو هذه كونكتيف تشو بابيلا دي ودي اللي هم اصلا يا شباب يعتبر جزء من الكونكتيف تشو واللي هو مليان بالبلاد فيزلز لو هذه كونكتيف تشو بابيلا عامله بالشكل ده لو طويله بالشكل ده يا شباب يعني في بلاد فيزلز موجوده في المنطقه دي لو جينا بلاد فيزلز يا شباب يعني هتعطي الحمره للسكن هل السكن بتاعي ده احمر لا طبعا فده يا شباب بيعطينا على طول انديكيشن ان هذه كونكتيف تيشو بابيلا زي ما انا راسمها في الرسمه دي بتكون مالها بتكون شورت يبقى إيه دلوقتي عرفنا موضوع الكونكتيف تيشو عرفناه ان هو بيكون فيه فايبرز وبيكون فيه بلاد فيزلز طب بالنسبه للكونكتيف تيشو بابيلا بتكون يا شباب شورت وعرفنا التفسير بتاعها لو كانت لونج فده يعطينا حمره في هذا الاسكين هل الاسكين بتاعنا ده احمر لا طبعا اللون الطبيعي بتاعنا من عشان كده يا شباب بتكون قصيره يبقى كده فهمنا موضوع الكونكتيف وعرفنا يا شباب موضوع البيزمنت تمبرين بالنسبه للبيسيليوم كالعاده يا شباب البيسيليوم بتاع الاسكين بنسميه الإبيديرمو اللي هو عباره عن ايه عباره عن استراتيفايد سكوامس ابيثيليوم ولكن بيكون كيراتينايزد متفقين عليها تمام ده بالنسبه للابيثيليوم كونكتيف تيشو اللي كنت تفتشوا بابيلا بس يا شباب ده اللي عايزكم تعرفوه عنها والرسمه دي ممكن نحطها في المكان الفاضي ده يلا عشان نتكلم عن الليب سايد او ممكن نقول فيها اللايننج ميوكوزا سايد صح ولا لا صح اللايننج ميوكوزا سايد واحده واحده يا شباب ده بنسميه الهيري زون. اما بالنسبه لللب او اللايننج ميوكوزا صيد فده يعد الانر ميوكوس ممبرين ده يعد الانر ميوكوس ممبرين وده حاجه طبعا بديهيه ومعروفه تعالوا بقى عشان نتكلم في الجد اللي هو الهيستولوجيكال استراكشر بتاعتها كونكت تفتشوا بيزمنت ممبرين والليبيسيليام طبيعي جدا يا شباب ان ده اسمه لايننج ميوكوزا واللايننج ميوكوزا يا ما اتكلمنا عنه قبل كده ان هو بيكون نون كيراتينايزد يبقى الليبيثيليوم اللي موجود معانا هنا نن طب مين اللي سكر الكريتينايزد ولا النون كريتينايزد حد يجاوبني يلا يا الله شباب مين اللي سكر احنا عارفينها من الاول خالص ان هذا النون كريتينايزد هو اللي بيكون سكر عن الكريتينايزد يبقى هنا بيكون نون كريتينايزد فبالتالي بيكون سكر طبيعي جدا يا شباب ان المحتوى بتاع هذه اللايننج ميكوزا بيكون فيه ماينور سليفر جلاندز وبيكون فيه يا شباب خلايا او غدد دهنيه بنسميها السبيكوس جلاندز يبقى هذه اللايننج ميكوزا بيكون فيها ماينور ساليفري جلاندز وبيكون فيها سبيكوس جلاندز اما بالنسبه يا شباب للسكن سويت جلاند طبيعي جدا يا شباب السكن بتاعنا بيطلع عرق فهنا يا شباب السكن بيكون, في الهير بيكون في فيه الهير فوليكل بيكون فيه السويت جلاند وبرده هيكون فيها يا شباب بعض السبيكوس جلاندز اوكي دول الكونتنت بتاع هذا السكن وعرفنا الكونتنت بتاع هذا اللايننج ميوكوزا يلا عشان نتكلم عن اخر حاجه وهو الزون اللي في النص اللي هو الفيرميليان زون بالنسبه يا شباب زون فده بنسميه ترانزيشنال زون لان هو يعتبر حاجه انتقاليه ما بين المنظر ده والمنظر ده يبقى ده بنسميه الترانزيشنال زون اوكي طب بالنسبه يا شباب للهيستولوجيكال استراكشر بتاعه الفاميليون زون يا شباب لازم يكون كيراتينايزد لان هو بيتعرض للفرص المنطقه دي معروفه ان هي بتتعرض للفرص وانت بتاكل اي حاجه وانت مثلا بتشرب اي حاجه بالشرمو مثلا او كده فهو يا شباب مين اللي بيكون موجود في المكان ده هو الفاميليون زون فلازم يا شباب يكون هذا الفاميليون زون ماله يكون كيراتينايزد ولكن سن هنا ده الكيراتين الطبيعي بتاعنا والمظهر الطبيعي بتاعنا اللي هو الابيدرمس اللي اما هنا يا شباب بيكون سن كيراتينايزد تمام وطبيعي جدا ان هذا الفيرميليون زون المنطقه دي يا شباب بتكون حمراء جدا المنطقه دي بتكون حمراء من عشان كده الفيرميليون زون الكونكتيف تيشو بابيلا اللي موجود هنا هيكون نظامها ايه هتكون يا شباب فيري لونج يبقى انت دلوقتي عندك حاجتين هيساعدهم ان المنطقه دي تبقى حمراء ان اول حاجه كيراتين هيكون سن تمام وتاني حاجه يا شباب ان الكونكتيف تيشو بابيلا اللي هنا بتكون لونج وطبيعي جدا ما دام المنطقه دي بتكون حمراء فطبيعي ان الكونكتيف هيكون مليان كابيلاريز اوكي الموضوع سهل جدا يا شباب وبسيط بالنسبه للكونتنت بتاعه يا شباب الكونتنت بتاعه ان هيكون موجود بعض سيميوس جلاند هل دايما تكون موجوده لا مش دايما وممكن يكون موجود بعض الماينور ساليفري جلاندز هل دايما يكون موجوده لا مش دايما يبقى هنا يا شباب ممكن يكون موجود ماينور ساليفري جلاندز وممكن يكون موجود سيبيكواس جلاندز اوكي تمام هل ممكن يكون فيها هيرفوكل مستحيل يكون فيها هيرفوكل مستحيل هل ممكن يكون فيها سويت جلاند لا مستحيل برضه مستحيل يكون فيها سويت جلاند اوكي يا دكتوره كده كل حاجه بالنسبه الميوكو كاتينوس جانكشن يلا عشان نتكلم عن اخر نقطه موجوده معانا واللي هي بالظبط مش هتكمل اربع دقائق وهي الميوكو جينجيفال جانكشن وبالنسبه يا شباب للميوكو جينجيفال جانكشن فده يعتبر منطقه اتصال هذه اللثه الجينجيفا بمين يا شباب بهذه الالفيولر ميوكوزا دي يعتبر عارفينها من الفيديو اللي قبل اللي فات تمام يبقى هنا موجود جنجفا وهنا موجود الفيولر ميوكوزا بيكون هنا يا شباب هذا الهيلث لاين او هذا الاسكالوب لاين او هذا الجنكشن اللي هو الميوكو جنجفال جنكشن اوكي الجنجفا يا شباب بيكون لونها بيل بينك هنا يا شباب بتكون برايت بينك فده يا شباب يعتبر منطقه اتصال اللون ده اللي هو البيل بينك بتاع الجنجفا بالبرايت بينك بتاع الالفيولر ميوكوزا احنا ممكن نميز ما بينهم بقى يا شباب ممكن نميز ما بينهم من خلال هذا الجروف لما نيجي نكبرها قوي بنلاقي موجود جروف يا شباب بالمنظر ده هنا في المنطقه دي بيكون موجود جروف ما بين الجنجفة وما بين الالفيولر ميوكوزا هذا جروف بيحمل نفس الاسم ده اللي هو الميوكو جنجفل جروف يبقى ده ممكن نسميه ميوكو جنجيفال جروف عشان يقدر يوضح ان هنا موجود جنجيفا فوقه وهنا موجود الالفيولر ميوكوزا تحته تعال نتكلم عن الهيستولوجيكال استراكشر بتاع هذا الميوكو جنجيفال جانكشن بالنسبه يا شباب للهيستولوجيكال استراكشر فهو بسيط جدا جدا وسهل جدا احنا عندنا هنا جينجيفا وعندنا هنا الفيولار ميوكوزا احنا اصلا يعتبر درسين الهيستولوجيكال استراكشر بتاع الجينجيفا قلنا بالتفصيل في الفيديو اللي قبل اللي فات بيكون يا شباب كيراتنايزد صح ولا لا تمام فلما تكون كيراتنايزد بيكون يا شباب البيزمنت مبرين بتاعها بيكون فيه تعرجات الكتيرة دي يعني بيكون فيها الابيسليام مدبج وبيكون فيها مين وبيكون فيها الكونكتيف تشوبابيلا يبقى ده البيزمنت بيكون عامل كده معروف ان الكيراتينايز دي يا شباب بيكون سن واحده واحده كده عشان نقارن دي كيراتينايز اما دي هتكون نون كيراتينايز هنا كراتنايزد فبالتالي بيكون البيزمنت تمرين بتاعها عامل كده اما هنا يا شباب هيكون عامل كده تمام يعني ممكن تكون الريد بيج والكونكتيف تشوى بيلا مش موجودين خالص او صغيرين وصغيرين بالشكل ده هنا بتكون سن عشان كراتنايزد اما دي نون كراتنايزد فبالتالي يا شباب بتكون سك، تمام هنا يا شباب ده اسمه اتاتش جينجفا يعني بتكون جامده يعني يا شباب الكونكتيف تشو اللي فيها بيكون فيه كولاجين فايبرز حاجه جامده فطبيعي ان يكون الفايبرز الاساسيه اللي موجوده هنا بتكون كولاجين اما هنا يا شباب بتكون الاستيك طريه عايز تاخد وتدي احنا عارفين ان الجنجفه مفيش تحتها صب ميوكوزا فهنا لا يوجد صب ميوكوزا اما هنا يا شباب بيكون موجود صب ميوكوزا تحت هذه الالفيولار ميوكوزا وبالتالي يا شباب اكون انتهيت من كل حاجه متعلقه بالشابتر ده الحمد لله كان شابتر طويل شويه بس سهل وبسيط صح ولا لا ان شاء الله يا شباب الفيديو اللي جاي هنبدا فيه شابتر السليفري اشوفكم ان شاء الله قريب يلا السلام عليكم